أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. نتناول في هذه الحلقة أوضاع المهاجرين الأجانب في النرويج وعملية دمجهم في المجتمع النرويجي. يحدثنا في هذه الحلقة عضو البرلمان النرويجي هاكون هوغلي. أهلا بك معنا سيد هاكون. برأيكم إلى أي حد يمكننا القول بأن عملية دمج المهاجرين الأجانب في المجتمع النرويجي نجحت؟ I would say very successful. We have a high rate of employment. يمكنني القول أن عملية دمج الأجانب في المجتمع ناجحة بدليل نسبة التوظيف العالية لهم في المجتمع. بالتأكيد هناك تحديات كثيرة، ولكن في ذات الوقت يمكنني تأكيد أنها تسير بنجاح. وفي اعتقادي أن مفتاح النجاح يتمثل في إيجاد الوظائف المناسبة لهم وكذلك التعليم، فضلا عن توفير السكن. وهناك بعض التحديات التي يواجهها بعض الأجانب والتي تتمثل في الحصول على فرص عمل مناسبة، ولكنني أعتقد أنه بالرغم من ذلك نجحت النرويج في هذا الخصوص. لننظر إلى نسبة التشغيل فيها مقارنة بالسويد، سنرى أن السويد تعاني من نسبة بطالة أعلى من تلك الموجودة في النرويج. أما فيما يتعلق بتحديات الحصول على الأيدي العاملة من معسكرات المهاجرين، فإننا ننجح في الحصول على الأيدي العاملة المناسبة، ولكن الإسكان يبقى هو التحدي الأكبر بالنسبة لنا، لأننا لازلنا نواجه صعوبة في تأمين السكن للمهاجرين الجدد القادمين إلى النرويج. ما نؤكد عليه هو أن على جميع المهاجرين القادمين إلى النرويج تعلم اللغة النرويجية، ولذلك نقوم بتمويل وتنظيم دورات اللغة والبرامج التدريبية الأخرى لطالبي اللجوء والمهاجرين الآخرين كي يتمكنوا من الحصول على فرص مناسبة لتعلم النرويجية، والتي بدورها تمكنهم من دخول سوق العمل بسهولة. ما هي المعوقات الأساسية أو المشاكل التي تقف عائقا أمام دمج المهاجرين الأجانب في المجتمع النرويجي؟ It's one of the paradoxes. We hold freedom of speech very. يعطي النرويج الأولوية لحرية الكلام، ولكن من التناقضات التي نراها هو أن يخرج الناس في تظاهرات احتجاجية ضد حرية الكلام، يعني أن هؤلاء يمارسون حرية التعبير والكلام للاحتجاج على حرية الكلام، وهذا تناقض واضح، ولكن هكذا تسير الأمور. وكما قال فولتير، إذا لم تؤمن بحرية الكلام للناس الذين تمتهنهم فإنك لا تؤمن بحرية الكلام على الإطلاق، وهذا صحيح. لذلك يتوجب علينا التعايش مع أولئك الأشخاص الذين يختلفون معنا طالما أنهم لا يتجاوزون حدود القانون ولا يرتكبون الجرائم، لأن التطاول على القانون وارتكاب الجرائم أمر غير مقبول. ومع ذلك فعلينا أن نقبل بالآراء الأخرى التي لا تتماشى مع آراء الأغلبية. وبشكل عام الناس هنا في النرويج يستقبلون القادمين الجدد بشكل جيد، وبالحقيقة نحن بحاجة إلى الناس الجدد الذي يمكنهم أن يقوموا بأداء الأعمال الأساسية والجوهرية في بلدنا. فسائق التاكسي مثلا ينتمي لجزء آخر من العالم، وكذلك سائقو حافلات النقل العام، فضلا عن عمال المستشفيات ودور العجزة وغيرها من المؤسسات الخدماتية. نحن بحاجة إلى الخدمات التي يقدمها هؤلاء، وأعتقد أن الناس في النرويج يدركون هذا الأمر جيدا. نعم هناك بعض التعديلات والتكييفات التي يتوجب القيام بها، ولكننا ندرك أننا نعيش في مجتمع متعدد الثقافات. رغم وجود بعض حالات التمييز الموجودة في مجتمعنا، والتمييز على أساس الاسم هو أحد أنواع التمييز الموجودة في النرويج، وهناك أيضا بعض الأشخاص الهامشيين ممن يتبنون أفكارا متطرفة، وهذه الأفكار غير مقبولة على الإطلاق. أعتقد أن هناك مجامع تتبنى التمييز ضد المرأة، كما أن هناك غيابا للتعايش الديني أيضا. وأؤكد أن مسألة تطبيق الشريعة الإسلامية في النرويج لن تحصل ولم تحصل أبدا، لأنها لا تحظى بدعم أغلبية المهاجرين، وأنا أعلم أنها غير مدعومة من قبل سكاننا المهاجرين. هذه ظاهرة هامشية جدا في الواقع. وبذكر كل هذه الأمور، فإن أي حالة تمييز من هذه الأنواع التي ذكرناها يمكن أن تجابها بقوة، ويتوجب علينا أن نمنع مثل هذه الأفعال الإجرامية من خلال تشريع قانون يمنعها ويحاربها في أوقات حدوثها. ولكن المهاجرين الأجانب عندما يقدمون إلى هذا البلد
يلقون كما تقولون الترحاب الواسع وكل ما يريدون. ما الذي يجبرهم على التصرف بهذه الطريقة؟ أعتقد أن النرويج شأنها شأن أي بلد آخر، فيها من المتطرفين الذين يتبنون إيديولوجيات مختلفة. وكما تعلمون نحن في الصيف المنصرم شهدنا حوادث لمتطرفين، وما حصل يعتبر من أكثر الحوادث عنفا وتطرفا. بالإضافة إلى هذا هناك عوامل أخرى تتعلق بالدين والآراء السياسية المتطرفة، ولكن بشكل عام أنا لا أعتقد أن هناك خطأ ما في الناس أنفسهم، بل في الأفكار التي يتبنونها. ويتوجب علينا الوقوف ضد التوجهات والآراء التي يتبنونها لأنها غير مقبولة، ولكن بشكل عام أنا لا أعتقد أن هناك خطأ ما في الناس أنفسهم، بل في الأفكار التي يتبنونها. ويتوجب علينا الوقوف ضد التوجهات والآراء التي يتبنونها لأنها غير مقبولة. فمثل تلك التصرفات المتطرفة لا مكان لها في مجتمعنا، لأننا مجتمع متعايش وليبرالي، ومن لا يحب هذا الأمر أيضا يمكنه أن يجد مكانا آخر للعيش فيه. الراديكالية تشكل خطورة كبيرة، وأعتقد أن بعض سكان النرويج يشعرون بالخطر حينما يشاهدون بعض المجامع المهاجرة تتبنى الراديكالية، ولكنني أعتقد أنها ليست بالمشكلة الكبيرة، لأن الشعب النرويجي يدرك أننا مجتمع منفتح نجح فيه المهاجرون القادمون من أماكن مختلفة بالاندماج. وكما تعلمون في العام الماضي تعرضت الحكومة النرويجية لهجوم إرهابي من قبل شخص يقف تماما ضد فكرة تعدد الثقافات، وفي ذلك الوقت خرج الشعب النرويجي إلى الشارع ليعبر عن رفضه لمثل هذه التصرفات وليقول كلمته بأن النرويج بلد متعدد الثقافات والتوجهات وأننا بحاجة إلى التعايش السلمي مع بعضنا البعض. هؤلاء ليسوا بمجموعات كبيرة ولكنهم يمثلون تحديا، وإذا ما نظرنا إلى نسبة البطالة بين المهاجرين في النرويج لوجدنا أنها تعادل نسبة البطالة بين الشعب السويدي، فليس لدينا نسبة بطالة عالية بين المهاجرين رغم أنها تمثل تحديا، لأننا بحاجة إلى تسهيل عملية دخول هؤلاء العاطلين عن العمل إلى سوق العمالة أيضا. هناك بعض القادة الأوروبيون يؤكدون بأن سياسة الثقافة المتعددة في أوروبا قد فشلت، كيف تعلقون على هذه التصريحات؟ أعتقد أن تعدد الثقافات لا يمثل إيديولوجية بل هو حقيقة، وسيكون من غير المجدي رفض مبدأ التعدد الثقافي والسعي لإيجاد السبل المناسبة للتعامل معه، لأنه يعكس حقيقة ثابتة هي أن الناس مختلفون وأن التكنولوجيا الحديثة سهلت للناس عملية الاتصال والانتقال من بلد لآخر، وهو أمر جيد عموما، لكننا بحاجة إلى التأكد من أننا نتلقى هذا الأمر بصورة جيدة ونسعى لإيجاد فرص العمل المناسبة للقادمين الجدد وإيجاد الحلول الملائمة للمشكلات التي تعترضهم. وما قاله القادة الأوروبيون هو أن هناك بعض التحديات، وأنا لا أوافقهم الرأي من أن التعدد الثقافي هو من بين تلك التحديات. هل تعتقدون بأن الأزمة الاقتصادية التي تجتاح أوروبا قد أثرت بشكل أو بآخر على الهجرة والمهاجرين في أوروبا؟ النرويج لا تتأثر كثيرا بالأزمة الاقتصادية العالمية، وفي الحقيقة النرويج تعتمد كثيرا على المهاجرين القادمين إليها، فبدونهم لم نكن لنتمكن من تلبية احتياجاتنا الأساسية في قطاعات عديدة مثل القطاع الصحي وقطاعات الرعاية الاجتماعية ودور العجزة، فضلا عن قطاع النقل. تأثير المهاجرين على بلدنا إيجابي وليس سلبي. تبلغ نسبة البطالة في النرويج حاليا 3%، ونحن بحاجة كبيرة للعمال في مجالات الصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها، ولكننا لا نضع قيودا أو تحديدات. نعم قمنا بإجراء تعديلات ووضع قيود على سياستنا المتعلقة بالمهاجرين القادمين من بلدان أخرى غير بلدان الاتحاد الأوروبي، والسبب في ذلك هو طلبات اللجوء الكثيرة التي تلقيناها من أشخاص هم في الحقيقة لم يأتوا إلى النرويج طلبا للجوء، ولكن وصلوا إلينا لأسباب اقتصادية، ولا أرى في ذلك أي خطأ، لأن من حق الناس أن يبحثوا عن حياة أفضل لهم ولعائلاتهم. ولكننا نسعى لاستقبال طالبي اللجوء أولا، ولدينا منهم الكثير في النرويج، فالنرويج بلد كريم في هذا
خصوصا، وقد استقبلنا الكثير الكثير منهم. وفي ذات الوقت نحن نرحب بأي شخص يصل إلى بلدنا ويعمل ويساهم في بناء مجتمع أفضل. أعتقد أن هناك مشكلات كبيرة في جنوب أوروبا يتوجب التغلب عليها، وباعتقادي المساهمات التي تقدمها النرويج قليلة في هذا المجال. والشيء المهم الذي نقدمه هو أننا نرحب بالأشخاص الذين يصلون هنا للعمل. والسؤال، هل يتوجب علينا فرض قيود على الهجرة إلينا للحد منها؟ الإجابة كلا، لأننا لا نزال بحاجة إلى هؤلاء الأشخاص للعمل في قطاعات متعددة، ونحن نسعى لضمان تسهيل حصول المهاجرين على الأمور الأساسية التي تمكنهم من الحصول على عمل، في مقدمتها برامج اللغة التدريبية. السيد هاكون هوغلي عضو البرلمان النرويجي، أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة، كما أشكركم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.